هي عصبية ولسانها طويل وعندها الحمية في الانستغرام، وانا متأكد مليار في المية غادا غير تخرج من هنا غادا تشي تضرب لي الطر وغادا تدير عليا قاع هاشتاك وغادا تشوهني مع العادي والبادي. اليوم ضيفة ديال هاد الحلقة هي النجمة المتألقة نرجس الحلاق، غادي نحاولوا نعصبوها ونطلعوا لها التونسيون وغادي نشوفوا هاد الحلقة كيفاش تخرج. واصل ونواصل. مراد طاقم العمل كيتصلوا بالضيف وكيعلموا ان غادي تحضر معنا البرنامج توك شو سميتو سانك سانك على ام بي سي 5، برنامج فيه كتلاقى الضيفة مع جمهورها مباشرة، ولكن الضيفة اللي ما عارفاش هو ان الجمهور دير اليد مع مراد، وحتى الضيفة الثانية فاتي جمالي اللي غتكون متفقة مع مراد. المهم كلش متفق باش يطلع لك الطونسيون. وسمحي لينا من دابا، مرحبا بكم معنا بحلقه جديده من حلقات برنامج 5 5. برنامج 5 5 كيستضيف يوميا النجوم 5 5 على قناه ام بي سي 5. اليوم معنا نجمه مغربيه متالقه نرجس الحلاق. نرجس مرحبا بك. الله يبارك فيك. كيفاش دوزتي هذا النهار ديال رمضان اليوم؟ كوب فاصل ونواصل. واخا ما كاينش رمضان على اساس انه في رمضان نسولك على رمضان كي داز النهار باش نبانو بحال اللي صايمين. سي بون؟ اها يعني ما عرفتش. نكذبوا شويه على الناس ماشي مشكل، بحال اللي دابا كيدوز في رمضان. نسولك على النهار كيفاش داز. وضع كورات وهاد الحاله. جيب لي لانجيت عفاك. لانجيت؟ ماشي تحيد لي المكياج والكاميرا كيفاش غتصورني بلا مكياج؟ ما عنديش انا مشكل نكون بلا مكياج ولكن ماشي الكاميرا وداك الشيء. زعما برنامج خاص يكون مع لا لوميير. لا غير على الصوره ديالك انت مع الجمهور وصافي ما عنديش مشكل. نعم بلاتي شرح لي والصايمين حنا ولا زعما فطرنا؟ حنا صايمين. بلاتي واش هذا البرنامج كيشبه لهداك الشيء اللي كتبقى تشد فينا؟ نعم ما سمعتش. واش كيشبه؟ شوف زابي هاد اللعبه ديال رمضان وهذا الشيء باش ما نبانوش، باش نبانو كريديبل زعما ما نبانوش. الا زابيناها راه الكونسيبت مشات. 3 2 1 اي. انت كتعمدي ديري الباز؟ بديت كنت ستريس. واش نصنفوك انت كائنه انستغراميه ولا فنانه؟ وصاحبي انا صاحبي السؤال اللي كنسول ما كتبغيش تجاوب، كنعاود نسول شويه سؤال جريء ما كتبغيش. او راه سولنا الكونسيبت ما بغاش تجاوب، سولنا سؤال سويه فيه شويه جرأه ما بغيتش تجاوب، شنو نقول لها شنو؟ ما عجبنيش الحال، المهم انا كنصبر ياك ولكن من بعد كنولي كنضرب، كنقدر نهرس شي حاجه حدايا ولا تهضر معايا بالادب. احترميني عافاك. وانت خصك تحترمني. راه غتخرجي من هذه الحلقه مشهوره. مشهوره؟ شوف شوف اخويا سير الله يعاونك، انا والله ما عنديش لقانا لهذ التخربيق هذا كامل. وراه انا والمخرج مهز انا وياه، انت بعيده اختي. راه انا عندي معاه مشكل. هو ماشي انا كنحترمك اخي. الله يرحمك. شوف تصنتي والله ما عندي معك مشكل انت، تفضلي. تكوني شويه عصبيه عافاك باش تبان الصوره ديالك زوينه، كتباني مقلقه بزاف. 3 2 1 اي. نرجس الحلاق، ما كايناش الغيره ما بين الفنانات؟ وحده كتحفر الاخرى ولا على حسب الانسان كيفاش هو داير في الاصل، ماشي ضروري بين الفنانات. علاش انت اسمحي لي على هذا المصطلح كيبريكوليو بيك؟ كيبريكوليو كيعمروا بيك مثلا تقابي، واش بصح ولا لا؟ كتبان لك زعما انت. فاصل ونواصل. ماشي ما بغيتيش تعطيني البوز؟ البوز؟ واش انت جايبني هنا باش دير بيا البوز؟ عادي زعما الا بغيتي. لا انا ما نديرش بيا البوز. فتحي قلبك يا نرجس، انت كتموتي على البوز. لا الا ما عجبك السؤال نحيدو بلا ما تقلقي. واش انت بلاتي دابا نسى هاد الشيء هذا، واش تفضل انني انا انت الفكره ديالك عليا هي انني كنموت على البوز؟ انا غير كنسول. هذا راه سؤال استنكاري. دابا ملفز كيقفز. ما تجبدليش شي حاجه ديال البوز، انا ما كيعجبنيش ندير البوز. ما ديرش بيا زعما البوز. واخا رجعوا 3 2 1 اي. عندنا الضيف الثاني، الضيف الثاني شكون اللي كتوقعيه يكون؟ عندنا لك المفاجاه اليوم، واش توقعي يكون معك هنا حسن الفد ولا مهدي فلان ولا فاتي جمالي؟ غنواجهك بواحد الضيف، شكون اللي كتوقعي يكون؟ حيت انت عزيز عليك البوز غتعيط لمهدي فلان. انا ما باغيش ندير البوز، انا جد ضيف اخر. معايا ومعكم نجمة هذه الحلقة وهي الضيفة الثانية فاتي جمالي. مرحبا بك. نعاودك
نعاودو الدخله. يا نعاودو عافاك مراد، اجي شوف عندي وقيلا شي مشكل في في نواه ديال الميكرو. واش انت منيتك جايبه تخيتي قبل مني وانا ضيفه ثانيه؟ واش معادي؟ لا اجيت معطله ولكن ما تدخلنيش. جات قبل منك تحبني انا وياها. وباش نحميو الطرح شعل العوافي مراد العشابي، انسحبوا فاتي جمالي وداروا راسهم كيدوي على نرجس الحلاق. وبالعاني خلينا الميكرو شاعل باش نرجس تسمع كل شيء وتزيد تشعل. انا نسمع ديك خيلتي ما عرفهاش اصلا. لا وسمحي لي انا بغيت ندير خاصني نضيف مفاجاه ضروري نكون معها وانت تعطلتي. الله يرحمك الله يرحمك. الله يسمحني يا سير كامل ملي تقد البروغرام ديالك وتعرف تلاقي الضيوف ديالك. الله يرحمك. شوفي الله يرحمك. واش اصلا الحلقه عندي بارده يرحمك. عفاك روتوش ماكياج لفاتي اصلا ما تبقاش تسبري نقسم لنا صافي 3 2 1 اي معايا ومعاكم في هذه الحلقه فاتي جمالي. مرحبا بك. فاتي جمالي مرحبا بك. شكرا ربي يخليك. انتم الفنانات كيفاش كيدوز عندكم الاجواء الرمضانيه بعدا تسحرتي البارح مزيان صبحتي بخير؟ البارح دابا واخا ماشي رمضان حنا كنسجلوا دابا خاصني نكذب على الناس غير ايفيت هذا السؤال ما نقدرش نكذب. واخا هي زابيتي للسؤال وانا راه مسروح وانا نقول لك زابي سؤال. علاش قلتي هي زعما فاتي سميتي فاتي؟ شوف انا والله ما بقيت قادره نكمل والله خليني نمشي بحالي. الا برزتك نمشي. لا انا ما حساش براسي مزيان. كنسولكم على رمضان انت ما بغيتيش تجاوب. هي ما بغيتيش تجاوب ما فهمتش. لا انا قلت لك ما نكذبش بغيت نمشي بحالي. عافاك لا غنخليك انا غادي نمشي. نرجس انا اللي غادي نمشي. نرجس نرجس فاتي جمالي نظرك انت نرجس كتجري على البوز ولا هذا النقاش هذا ما عنده حتى شي معنى. صور لا تصور انا ما دوش ليا هذا الشيء. فاصل ونواصل. دابا انا المشكله اللي عندي هي انني كنبقى ساكته ياك ولا هضرت كنخربقها فهمتي عليها كنبقى ساكته زعما ما كنعرفش نزوق في الهضره. دابا هادشي اللي مطلوب منك انك ما تزوقيش في الهضره. اذا انت باغي البوز انا ما باغاش ما جايش ندير البوز. ندوزو الفقرات الجمهور. الجمهور شكون اللي عنده شي سؤال؟ تفضلي. بغيت نسول نرجس الحلاق. مؤخرا شفت واحد اللقطه ديالك في واحد الفيلم اللي كانت فيها واحد القبله ديال الرئه. واش هاد القبله هي اللي عاوناتك باش ديري هاد البوز وباش ديري هاد الشهره بحالك؟ عافاك قولي السؤال بطريقه زوينه. عافاك نعاود السؤال. لا ماشي ضروري تعاود السؤال صافي خليها. عافوت عاشو كيدير وفوت حيت ما يعجبكش الحال فوت. اسئلتك محرجه والله. ماشي كاستوند محرجه حتى اجوبتك حتى هي محرجه. انا كنقول الصراحه. صافي اوكي برافو عليك مزيان انت انسانه محترمه. انا فاش بغيتيني ما عمري انا هضرت معاك ولا دخلت معاك في شي هضره اللي هي شخصيه ولكن كنت كنحترمك. كنت كنحترمك ودابا دابا جيتيني في شكل ما عجبنيش الحال. وانا اختي انا عمرني ما احترمتكش وداكشي اللي كديري ما كيعجبنيش. حره في رايي. دابا واش انت صريحه ولا وقحه؟ نتي شنو؟ الا احترمي راسك. ما زيدش عليا الضرب ولكن الا وصلنا لكلمه الوقاحه هذاك نيفو اخر كنهضروا عليه. ناري يا ربي اش درت شنو الذنب اللي ارتكبت في حياتي؟ صافي الله يعطيك السر دوز هادشي هذا باش ما عطى الله. عافاك نحيدوا هادشي ديال التخربيق هادشي. حتى هادشي هذا اللي حدايا حيدوا والله. عافاك 3 2 1 دابا نورمالمون خصك ملي تجيب شي ضيف يكون كاينه شي علاقه شخصيه كتجمع ما بينك ولا في نفس المستوى ولا شي حاجه هكا. ما تخلطش شعبان مع رمضان. 3 2 1 اي نرجس الحلاق علاش انت مدلوله؟ فاصل ونواصل. واش هاد الحلقه هادي هتدوز؟ واش انت مسطي ولا مالك؟
واش هاد الحلقه هذه في نظرك انت غدوز؟ علاه حنا صورنا بعدا؟ لا ما تقولش بلا تا خليني خليني اخلي. لا قلت لك واش انت مدلوله؟ جاوبيني واش انت مدلوله؟ ما تخوتيش عليا المهم. شوف انا نشي لا ما تقول مدلوله. ما تخوتيش عليا الله يرحمك. علاش كتخوتي عليا؟ علاش علاش كتخوتي عليا؟ مالك علاش كتخوتي؟ علاش كتخوتي عليا؟ علاش نرجس نرجس لا والله ضربينيش والله قرعه ديال قرعه ديال الماء نرجس الحلاق خرجات من الطوع ديالها وكنعتذروا منك مره اخرى. حاول مراد وفاتي انهم يشرحوا انه كان برنامج طلعات وان كل شيء كان مفبرك باش نعصبوها ونقصوا درجه التحمل ديالها، ولكنها تعصبات واش جاب دابا شكون يبردها. نرجس الحلاق النجمة المغربية المتألقة، بغينا نقيس درجة الصبر والتحمل ديالها. معلومة الأولى بأنها الجمهور كله اللي هنا متواطئ معنا، هذه أول حاجة. ثانيا فاتي جمالي متواطئة معنا ضد نرجس. اليوم عبرنا درجة الصبر والطونسيو ديال نرجس الحلاق. تحية للنجمة المتألقة نرجس الحلاق.